هذه الدورة ديال المنتدى الإفريقي للأمن التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله ستكون تحت شعار تأثير تغيير المناخ على الأمن بإفريقيا. هذه الدورة غادي تعرف المشاركة أكثر من 40 دولة من معظمهم من القارة الإفريقية، الممثلون من طرف مؤسسات دول، منظمات دولية ومراكز الدراسات والبحوث لهذه الدول المشاركة. سيتم النقاش خلال هذه الأيام ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو الأمن الغذائي وتدبير الماء. المحور الثاني هو النمو الديموغرافي والتنمية الفلاحية. والمحور الثالث الذي سيخصص إلى الحلول لهذا الحلول التي ستطرح من طرف الخبراء والباحثون لهذا المنتدى. الهدف من هذا المنتدى والشعار المختار هو توعية الدول خاصة في القارة الإفريقية عن إشكالية التغيير المناخي وتأثيرها على الأمن خاصة خلال هذا المنتدى.